حديثك مع الجهاز الفني والكابتن سيد، ما رصدته ايضا كمان من جلسه الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين والجهاز قبل بدايه التمرين، كل هذه التفاصيل الصوره عندك انهالنا بشكل كبير، ايه اللي شفته النهارده في ملعب التتش ونطمن الجمهور قبل مباراه القمه ان شاء الله يوم السبت الجاي؟ طبعا يمكن في البدايه حامل استردت التفاصيل بشكل مميز ومفصل جدا، يمكن اتزود عليك حاجات كثيره. لا يمكن كل الامور اللي انت اتكلمت فيها بالفعل النهارده كانت في التدريب، لكن عايز اتكلم على نقطتين كنت انت لسه بتتكلم فيهم، هو رمضان صبحي وعمرو السليه ياسين. طبعا عايزين نطمن كل الجماهير وكل متابعي النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي على الجاهزيه الفنيه والبدنيه للاعبين. رمضان صبحي النهارده كان متواجد وسريعا كده مثل الفاير، اتكلم معاه يعني انا اطمن عليه يمكن طمنه هو، قال له انا شعرت بجهاد بسيط جدا النهارده رمضان، جرعه تدريبيه كامله رغم التدريب النهارده ما كانش فيه قوه شويه، ما كانش فيه جرعات تدريبيه قويه شويه نظرا لعوده لاعب المنتخب الاولمبي ولاعب المنتخب الاول وايضا كمان مباراه الاعلاميين امس اللي بشكل كبير جدا يا محمد زي ما انت اتكلمت. الراجل وقف على بعض الامور الخاصه باللاعبين، في لاعبين عايزه تزود عندها حاجات كثيره، وده يمكن يعني اللي لمسناه النهارده من حديثه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومع الكابتن سامي قمصان ومع الدكتور عمرو محب المترجم الخاص ليه. الرؤيه كانت واضحه جدا في مباراه الاعلاميين الاخيره، في بعض اللعيبه اثنى على ادائهم بشكل كبير، في بعض اللعيبه قال عايزه نقاط معينه جدا يتكلم فيها او يتم العمل عليها في التدريبات. الكابتن محمود الخطيب كعادته زي ما انت اتكلمت يا محمد طبعا رساله بتكون مهمه جدا، وتواجده رغم التعب خلال الفتره الماضيه لكن الرسائل كانت مهمه جدا، واللعيبه كمان بقياده الكابتن حسام عاشور في وجود الكابتن محمود الخطيب بيكون الوعد ان شاء الله نحقق كل طموحات النادي الاهلي سواء مباراه الزمالك ومنها لمباراه النجم الساحلي. حاله مطمئنه محمد وحاله اللعيبه المعنويه مركزه بشكل كبير، الفصل التام كالعاده بالخبرات اللي موجوده، فصل تام بعيدا عن اي حديث جانبيه لمباراه تواجدها لعبها من عدم، وكل التركيز في التدريبات فقط في اسعاد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله محمد زي ما انت ايضا ذكرت يوم السبت باذن الله مباراه القمه في ميعادها. النادي الاهلي ما عندوش اي اعتراض في القاهره او في برج العرب، لكن نلتزم بجدول الدوري العام عشان الجدول يمكن موضوع بشكل مميز جدا، وان شاء الله مع استمرار الجدول بالشكل المظبوط المباراه في ميعادها مش هنشوف اي امور خارجه ايضا تعوق مسيره الدوري العام اللي بنعمل ان يكون مميز سواء للنادي الاهلي او كل الفرق المصريه. طيب كريم، النهارده انت كنت موجود في التمرين واكيد شفت اللعيبه الدوليه لما كانت انضمت للتدريبات، هل بخلاف رمضان صبحي الكل شارك في المران الجماعي في تقسيمه، ولا كان الجهاز الفني فضل بس ان يكون اللعيبه الدوليين محتاجين راحه او النهارده استشفى بعد العوده من المباريات الدوليه في المنتخبات الوطنيه؟ يمكن بالظبط يا محمد، يعني اكثر من كان التدريب النهارده ريكفري لكافه اللاعبين، يعني كمان انا عايز اكد على وليد ازارو النهارده، وليد ازارو لم يشارك في التدريب الجماعي نهائي، لان وليد ازارو وياسر ابراهيم واحمد الشيخ بالتحديد خدوا مباراه الاعلاميين كامله، فالنهارده كان في تفضيل ان ما يكونش في جرعه تدريبيه قويه لوليد والشيخ وياسر ابراهيم وايضا كمان للاعبين من المنتخب. كل اللعيبه طبعا يعني لسه في الاربع والخميس والجمعه هيكون في تدريب، فيمكن مستر فاينر كالعاده بيحاول ان هو يدي بعض الراحه للاعبي النادي الاهلي. كان في تدريب بسيط ليهم عباره عن مربعات وجري خفيف وكله تدريبات اطالات طبعا مع مخطط الاحمال، لكن التدريب القويه والتقسيم القويه اللي بتكون في نهايه المران في العاده هي مشارك فيها اللاعبين الدوليين سواء المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول، التفضيل طبعا للراحه لان الاجهاد، يعني رمضان كان عنده اجهاد فما كانش ينفع ان هو يكون متواجد النهارده، وبعد اللاعبين المجهود الكبير اللي بذلوه خلال الايام الماضيه كانت رؤيه اكيد فنيه طيبه وطبيه طيبه جدا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي يكون في بعض اللعيبه ما تشاركش النهارده في التدريب بقوه على امل ان هم يشاركوا في تدريب الغد، زي ما انت اكدت كمان يا محمد التدريبات كلها تكون في الخميس حتى يوم الجمعه لان يختلف الميعاد، ومنها ان شاء الله نشوف النادي الاهلي يكون في احد الفنادق قريبا من استاد القاهره ولا يكون متواجد في احد الفنادق القريبه في برج العرب. طيب حاجه متعلقه بملف الاصابات، مروان محسن بيشارك في المران الجماعي يا كريم، ولا في تحفظ في المشاركه الجماعيه نتيجه لسه القناع الوجه اللي يكون موجود معاه في الفتره اللي جايه؟ بالظبط يا محمد، لا يمكن مروان ما بيشاركش خالص في اي تدريبات من جماعيه او تدريبات كره، هو حارس كبير جدا على مروان لان لسه طبعا اي حاجه او اي كدمه او اي كوره يمكن تكون نشاط من اي لعيب في الملعب تيجي تخش وتاثر عليه بشكل كبير جدا، ففي حرص كبير من الجهاز الطبي للنادي الاهلي ان مروان محسن ما يكونش مشارك في اي تدريبات تكون فيها التحامات، تدريبات يكون فيها اشتراكات، كل التدريبات الخاصه بمروان تدريبات فرديه، تدريبات في الجيم، سبرنتات كلها حاجات بعيدا طبعا عن الكره، تدريبات بالكره ايضا لكن كلها تدريبات فرديه ان شاء الله اكيد مع وصول القناع وارتدائه، بس يتعود عليه يمكن فعلا ان القناع ده قال يعني هيسبب قلق شويه لمروان او مزعج شويه في لبسه كده، لكن ان شاء الله باذن الله يعود من سريع لمروان يعني ما يلبسش القناع ده فتره طويله ويشارك ان شاء الله مع النادي الاهلي، لكن باكد لك محمد تدريبات فرديه لمروان محسن خلال الايام الماضيه والايام القادمه ان شاء الله. قائمه الاصابات يا كريم اخر سؤال، خلاص انحصرت في الثلاثي محمود متولي كريم نيفيد يعني نقدر نقول مروان محسن لانه ما بيشاركش في المران الجماعي، الحمد لله الصفوف مكتمله بخلاف الثلاثي بس.
يمكن هو محمود بن متولي وكريم مهنيز بالفعل كله بيأدي التدريبات التاهيليه. محمود متولي ماشي بمراحل متقدمه جدا في التاهيل الخاص بالعضله الخلفيه، وايضا كمان كريم مدجد النهارده كان متواجد بيأدي التدريبات. يعني الحمد لله محمد كانت فتره صعبه خلال الفتره اللي فاتت، الاصابات كانت كثيره جدا مع توالي المباريات مسبب ازمه الفريق النادي الاهلي، لكن يعني محمد محمود ايضا كمان اللي شارك في مباراه العالمين عاد من جديد، سعد سمير دخل بكل قوه، ان شاء الله باذن الله الايام القادمه لعيبتنا تعود من جديد، ما يبقاش عندنا اي اصابات، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار والاطلاله من ملعب مختار التتش والحديث عن استعدادات النادي الاهلي للمرحله القادمه. شكرا جزيلا كريم. طبعا يعني نقدر نقول عنوان رئيسي لكل هذه الاحداث